مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من جامعة تيتعميرة. بطبيعة الحال وامام هذه الكارثة البيئية، هذه الكارثة الصحية التي باتت خطرا محدقا بالمواطنين، خاصة على المستوى الصحي وايضا على حياة الاطفال الصغار. ربما في الوهلة الاولى يظهر للمرء بانها بركة تكونت بفعل الامطار، لكنها عكس ذلك، فهذه برك آسنة، برك للواد الحار. فهنا يتم تصريف كل الفضلات ومخلفات هذه المنازل وهذه الدواوير السكنية، خاصة دوار حمر ودوار العرب وغيرها من الدواوير التي يتم طرح الواد الحار هنا لغياب البنية التحتية وغياب قنوات الصرف الصحي هنا على مستوى جامعة تيتعميرة. وبالتالي فهذه كارثة بيئية وقنبلة موقوتة تهدد الساكنة المحلية. بطبيعة الحال معنا واحد من الفعاليات الحقوقية الذي لا زال هو الآخر يواصل اعتصامه بسبب هذه الكارثة، وبلغ يومه ربما 73 إلى اليوم. بطبيعة الحال للحديث عن هذه الكارثة الحقيقية سي يوسف مستور، ربما كارثة حقيقية بكل ما تحمل الكلمة معنا. شنو ممكن يعني تقول لنا كيف يعني تكونت ربما هذه الكارثة اللي أمامنا؟ تحية لشوف تي في، كما كتشوفوا راه تاتهم متبعين من الأول ديال الكارثة هذه، من شحال هذه من سنة، من كان كيفيض أيامات الشتاء كاع وكيفيض بلا شتاء، كيفيض على الشارع وكا إلى آخره. كاين إلا رجعتوا فيديوهات قدام ومباشرات قدام كما كتشوف الناس ربما كما كتشوف أنت أخي الهلال، اللي جيتي أول مرة جيتي هنا جيتي لقيتي ديك هنا ما كاينش هذا الشيء، ما عامرش. هاد الشيء اللي كتشوفوا فيه هنا هو مياه العادمه اللي لا هو اصلا في الاول علاش دار على حسب المياه ديال الشتاء، ولكن الناس استغلوا انتخابيا وقالوا للناس برونشيو في الروكارات، برونشاو في الروكارات بلا رخص بلا واد الحر. هذا واد الحر ديال جميع الدواوير اللي كتشوف فيها هنا، الدوار احمر والدوار عرب والدواوير اللي مجاوره ما بجنابهم، كل شيء هاد المياه العادمه 15 سنه ممكن من 2008 15 سنه دابا هو هادشي كيتراكم وكيترسب هنا، جميع الميكروبات جميع البكتيريات جميع الامراض كاينين هنا مجمعين. هذا الشيء هو اللي كيهدد السلامه ديالنا الصحيه، الناس هنا تصابوا بالامراض ديال الحساسيه ديال الروبو ديال الضيقه ديال الكلاوي. هاد الماء هذا كاينين عندنا عاوتاني قوات ديال الشبكه ديال المياه الشرب دايزين وسط الروكارات ديال هاد الماء، يعني واد الحر يعني دايزين وسط الروكارات. الا بغاو يجيو شي لجنه ولا شي حاجه يقول لك لا كذبوني، اجي نوريهم الروكارات فين كيدايزين داك الشيء، راه كلشي باقي عندنا الصور عندنا الفيديوهات. واد الحر شربناه، شربوه لينا هاد المسؤولين، المسؤولين ديالنا هنا شربوا لينا هاد المياه العادمه وكلوها لينا. ربما واش الفرشه المائيه هي راح انت تشي باش كيتسقى لك ناكلو دابا، ربما شتي شحال من مره كتجي كتشوف الاغنام كيسرحوا هنا في الازبال وكا وكا، كليناهم يعني راه كليناه وشربناه. هذاك الشيء هو اللي خلانا خرجنا مشينا قدام الجماعه، ماشي عندنا شي حسابات مع شي جهه ولا عندنا شي مشكل كنصفيو فيه. الحساب الوحيد اللي عندنا، الحساب الوحيد هو مع هاد المياه العادمه هادي. دابا راه اش كنعطيك انا دابا كنقول لك اودا اخي الهيالي، اليوم في العشيه، اليوم في العشيه ولا غدا الوسط ديال الدوار غادي دوك الروكارات تطرطقوا. علاش؟ حيت راه كتشوف المنسوب ديال المراه لافه نطلع اكثر من ديك المره اللي جيتي انت، يعني فجيتي عندنا في الاوائل، يعني الناس كاملين ربما كيصرفوا يعني التواليتات ديالهم كيكبوا هنا. التواليتات كلشي كيكبوا ديال المواطنين ديال جوج دواوير هنا. علاش؟ حيت هذا الشيء دابا اصلا هو ما داش واد الحار، دار باش يتجمعوا فيه دوك المياه ديال الامطار، ولكن الناس استغلوا الحوايج اغراض اخرى وكا وكا، تصدقوا خلونا في هذه الكارثه دابا وحلونا فيها، ما لقاو حتى شي حل. دابا مده ديال 73 يوم وحنا معتصمين امام جماعه ديال تعميره، اقليم شتو كيتباهى، حتى شي واحد ما جا شي مسؤول من الاقليم كله ما جاش ريح معنا، قال لنا ودي واش كتعاني واش كتقولوا واش كديروا من هنا علاش جالسين هنا وكا. الحاجه الوحيده اللي داروها هي داروا لنا المتابعات والمضايقات، ما لحد الان باقي المضايقات ديال السلطه يوميا كنديروها شي مانطا كنبغوا نتغطاو على هذا الشمس اللي كاين، هذه الحراره ولا هذا الجو اللي كتشوف انت راه كتجي يوميا راك شاد كتشوف الاجواء كي دايره هنا متقلبه كل ساعه. حيد الكاشة، حيد هذه، حيد الاعتصام من هذا الشيء اللي كيعرفوه هما، والتهديدات والمتابعات والاستفزازات من الاول. حنا المشكل عندنا مع المجلس الجماعي. يعني هذا الشيء كيفاش متعايشين معاه؟ وراه تعايشوا مع الساكنه، الساكنه دابا تعايشوا معاه ولا كيبان لهم هذا الشيء عادي، الساكنه مسكره راه باغيين يخرجوا يهضروا، ولكن التهديدات والاستفزازات اللي تلقينا لها تما هي اللي خوفت الساكنه ما خلاتهمش. واش هذه الحاجه على بحال دابا هذه الاضرار، هذا ضرر صحي
راه واخا يكون غير واحد من ضروري ولا جوج الناس من ضروري من هذا الشيء خص يخرجوا. يقدر يعني حيت ضرر صحي هذا. فيه شي دري صغير يطيح. اه هذا راه فايت طيحوا فيه ناس هنا فاش ديك الساعه باش كانوا غير جوج حفاري. ديجا مات هنا شي. كتشوف ما كاين لا لي سيكيورتي هنا هي كانوا كيقولوا راه طاح انا ما مأكدش كانوا كيقولوا راه طاح دري صغير هنا. لان هذا الشيء راه يقدر يطيح فيه دري ولا. اه راه كاين الحفرانين بحال هكا كاين في السوق اللي هي في الرحبه راه فايت طيح في هذيك هذيك هي شتا حضرت لها الدري مات جاو تجبدوا صحاب سميتو الوقايه المدنيه. هنا كتشوف دابا انا راه مهدد هذوك الجناب. يعني راه ما ندير لهم لا سياج هاد الجناب راه ما كاين عندهم لا سياج لا والو. راه الدليل على ذلك راه حنا اي واحد كيجي كيدخل هنا كتلقى الاغنام بعض المرات هنا سارحين كتلقى اي حاجه هنا يعني هنا راه ولا كيتلاح الزبل كاع ديال الانوف كريهه يعني. اه انت كتشوف دابا والريحانيت عاطيه الخنز هادشي فاش عايشين مده ديال تقريبا نقول لك ماشي نقول لك 15 سنه. هو البروجي دار في 2008 ولكن وصلت ديك 2013 2014 بدا كيفيض على السكينه. دابا ولا كيفيض عليهم في الطواليطات ولا كيخرج من الزناقي ولا كيخرج في الشارع. راه نهار خرجنا الشارع كله عامر وانا كنقول لك دابا وكنتحدى اي واحد راه متبع انا هذا راه وليت صافي تبرمج ليا مع الدماغ. هاد 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 الفيضان اللي كتشوف فيه دابا هاد الحموله اللي وصل ليها راه هذا دليل على انه راه غادي يخرج دابا غادي يفيض على الناس هاد الايامات يا في العشيه يا غدا غادي يفيض على الناس. انا فين قلتها الروكارات غيطردقوا الروكارات بعدا الروكار من الدخله راه غيطردق هاد العشيه غيطردق. اشنو المطالب ديالك؟ المطالب اللي عندنا راه مطالب بساط كنطالبوا ماء صالح للشرب. هو هذوك الشبكات ديال المياه يغيروا لينا ما قدروش يغيروا لينا ما عطيناهم افكار. كنا اللي مودي درنا جوج سقايات في الواعر وجوج سقايات في الدوار الاحمر. هادشي يعني كيتخلط مع الواد الحار يدوزوا لنا با يخليوا الماء مطلوق يخليوه للساكنه. المهم حنا يوفروا لنا ماء صالح للشرب يديروا السقايات ولا يديروا المهم يديروا شي حل. راه المدن قداش كتلقى فيهم السقايات. ثاني مطلب اللي كنطالبوا به هو هاد الكارثه هاد الكارثه هاد الحفاري يبقاو يخويوهم بشكل مستمر ويبقاو يلقيو لنا الروكارات يخويوهم يخويوهم. راه ما خواوهمش ما غاديش نوضوا من قدام الجماعه واخا ما عرفش يوقع ما غاديش نوضوا. الحاجه اللي كندخلوها في هذه القضيه ديال المياه هو كاينه واحد 18 مليار راه خصها حين دخلت اي تعميره في البرنامج ديال تطهير السائل. وكيقولوا لنا ديك الساعه كيوعدونا كيقول لك ودي 2023 2023 شهر 6 ديال 2023 هذا الشيء اللي كيقولوا في الاشاعات. حنا ما شفنا شي حاجه رسميه ولا شي وراق ولا هكا. 2026 شهر 6 راه داز ما شفنا حتى شي حاجه ما تعطات الانطلاقه لا هكا. 18 مليار ما عرفناش واش خرجات ميت فري ولا كانت كتقولها اشاعه مقابل ياخذوا ذاك الرضا ديال الناس باش يمشيوا يصوتوا الى اخره. الحاجه اللي كنركزوا عليها ثاني هي المطارح العشوائيه. فين ما مشيتي في تعميره كتلقى مطرح 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 وهذوك المطارح باش كيزيدوا كاع كيكفسوا على الناس. هو كي في الليل كيجيو حتى الليل وكيشعلوا كانوا كيشعلوا فيهم العافيه من النهار فاش عطات من تما ولاو كيشعلوا فيهم الليل الليل ولا ضربتي عليهم دابا راه تلقاهم كاملين في الرماده وكا وشتي ذوك الازبال كدايرين. واللي كنبغيو نركزوا عليه هو هذه الحريره هذه خصها تحيد من هنا. هذا الشيء خاصو يتحيد من هنا. الساكنه بغات هادشي يتحيد ويقول لك شي واحد لا الساكنه ما خرجاتش الساكنه خلعوها. واش حتى الساكنه فاش ولاو كيشوفوا كنتقمعوا ولا كيمشي لنا الموتور ديال الضو ولينا كنشوفوا المتابعات والناس غادي للمحكمه. علاش على هاد الحريره هادي غادي للمحكمه صيفطونا لها علاش كتحتجوا دائما؟ اه صيفطوا لنا على هادشي راه كنحتجوا عليه من شحال من سنه. ما كناش كنحتجوا درنا الصواب الساكنه دايرين الصواب شحال من سنه طالعين هابطين طالعين المؤسسات هابطين طالعين الباشا طالعين عند الجماعه طالعين البشويه طالعين العماله ديما ديما. ولا همنا هو هادشي صافي همنا ما بقيناش مازال وليتي جالس بل اليوم في العشيه ولا غدا راه غيفيض على الساكنه هنا. وراه الساكنه ديما كدير وقفات ماشي غير الاعتصام اللي كاين من السيمانه للسيمانه كل حد الساكنه راه كتجي كدير وقفه قدام الجماعه. ما كاينش اللي تسوق لهم درنا 13 وقفه واليوم راه غدير الوقفه 14 هو والو حتى واحد ما تسوق لهم. ما كاينش اللي تسوق الاحتجاجات ديال الساكنه ولا جا هضر مع شي واحد واحد حاجه كيهضروا معاهم في التليفون تحت الدف لا ما تمشيش تما يهدوه لا علاش كتمشي تما ولا يهضروا مع الاباء ديالهم يخوفوا الشباب باش ما يجيش ينزل تما. الرساله ديال الاخيره اللي كاينه هو نتمنى من الاطارات اللي كاينه هنا لا الجمعويه لا الاطارات السياسيه لا النقابيه لا كره هذا الشيء راه هادشي راه حتى واحد ما يبغيه. ونتمنى من المسؤولين اللي شادين المسؤوليه وشادين السوار ديال المسؤوليه راه هادشي راه هما بريوسهم ما غاديش يبغيو وما يبغوش لولادهم. راه ولادنا هنا ولاو عامرين صاحبي بالحبوب ولاو عامرين فين ما كدير الطبيب كيقول لك واش ساكن على شي زباله. انا ديت ولدي عند الطبيب كيقول لي واش ساكن على زباله قلت له راه ساكنين وسطها راه ساكنين نيت وسطها راه وسط هادشي ساكنين دابا حنا. نتمناو من هاد المسؤولين نتمناو من الاطارات ومن الصحافه ينزلوا لي تعميره ويشوفوها ويبقشوا راه فامي الدار كاين الماده هنا كاين بزاف علاش يشتغلوا راه كاين بزاف راه كتشوف التهميش من كتدخل مع الباب وانت كتشوف التهميش.
في الشاميع كاع البنيه التحتيه. حنا ما كنهضروش على شي حاجه اخرى، ما كان باغيين نحاربوا ولا فساد، ما خارجين نطالبوا بطريق، ما حنا باغيين غير بيئه سليمه وماء صالح للشرب. شكرا، هذا الشيء اللي بغينا نوصلوا لهم. وتحيه لشوف تي في. انتم اخواني الكرام متابعينا الاوفياء، كما شفتوا بطبيعه الحال هذه الاستغاثه وهذه الكارثه البيئيه هنا وسط جماعتي تعميره التي تعاني الامرين بسبب مطارح عشوائيه المحليه. كما كتشوفوا هذه كارثه بيئيه بكل ما تحمل الكلمه معنا. صراحه نتمنى بطبيعه الحال ان يتم ايجاد حل ان وعاجل لهذه البرك المائية الآسنة هنا بجماعتي تعميرة، والتي تهدد حياة المواطنين وتهدد أيضا الأطفال الصغار، فربما قد تقع كارثة غير محمودة العواقب هنا بدوار العرب بجماعة تعميرة. تحياتي لكم، وعلى أمل أن نلتقي بكم في بث مباشر آخر. إلى الملتقى.